حقيقة الأجواء في المدينة القديمة وتحديدا في هذه المنطقة والعزاء المستمر، المواكب المتنوعة، المدارس في كل موكب تجد مدرسة تقدم فد لوحة، تقدم فد نصيحة للشباب، تقدم توعية إرشاد. ما شاء الله شعرانا ورواديدنا رجال الدين خطباء المنابر يقدمون دروس كبيرة جدا. اليوم القضية الحسينية إحياءها ليس فقط اليوم إحياء لواقعة كربلاء بقدر ما هي إحياء لضمائر الناس، توعية الناس، توعية الشباب، تصليح بعض الظواهر السلبية في المجتمع نتيجة يعني التطور الموجود وبعض العوامل الدخيلة على المجتمع العراقي. وبالتالي فإن القضية الحسينية قضية مبدأ، قضية إنسانية قبل ما تكون قضية دينية.